يا احبائي يا اعزائي يا عزيزاتي، انا راني دائما وقت اللي نجي لهذه المناطق اللي تنضح بالفقر وبالتهميش قلبي يوجعني، لاني نتذكر كل الشيء اللي ضيعناه، كل الوقت اللي ضيعناه. يعني انا لازم نقول لكم اللي بلادنا هذه في الستينات كانت متقدمه على ماليزيا، كانت متقدمه على كوريا. يعني لو كان الناس هذوم اللي حكمونا حكمونا بعدل، حكمونا بانصاف، حكمونا بوطنيه، رانا اليوم ما نشوفوش هالمناظر. رانا اليوم في 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 يعني في مستوى ماليزيا او مستوى كوريا ولا ربما اكبر. المصيبه الكبرى انهم حكمونا بظلم، حكمونا بعدم انصاف، حكمونا بجهويات، حكمونا ب يعني بالفساد. ولهذا احنا عايشين اليوم في هذا الفقر المدقع، في هذا الفقر المشين اللي انا وين نمشي يصطعني، وين يمشي ألمني، وين نمشي يوجعني. اليوم عندنا فرصة تاريخية باش نعاود نحط نظام سياسي يمنع الاستبداد، يمنع الفساد، يمنع سرقة الأموال للشعب، يمنع الإفلات من العقوبة، يجعل كل تونسي مسؤول على أخوه التونسي باش نوصلوا نحققوا تلك الأهداف اللي وصلت لها بلاد كما ماليزيا أو كوريا.